توج زياد السيسي بالميدالية الذهبية للسلاح الصبر بدورة ألعاب البحر المتوسط والمقامة في مدينة وهران الجزائرية بعدما فاز على بطل إيطاليا 15-9 في المباراة النهائية. وفي منافسات ألعاب القوى حصدت بسنت حميدة الميدالية الذهبية في سباق 200 متر عدو. حققت نعمة سعيد ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال لوزن 71 كيلوغرام بدورة ألعاب البحر المتوسط، كما حصد كريم أبو كحلة ميدالية فضية في منافسات رفع الأثقال وزن 89 كيلوغرام. في منافسات التايكوندو توجت أشرقة درويش بفضية وزن 57 كيلوغرام، بينما حصدت شهد الحسيني الميدالية البرونزية في وزن 49 كيلوغرام. تأهل غزل المحلة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة بعد فوزه على الإسماعيلي بضربات الترجيح بواقع 4-3. كان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ابتسم فيها الحظ لغزل المحلة. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة والتي ستقام في كوديفوار إلى يناير 2024 بدلاً من يونيو 2023. كما أعلن الكاف عودة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية لنظام الذهاب والإياب بداية من الموسم القادم، مشيراً إلى أن إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي سيكون في أغسطس من عام 2023. انتهت هذه الوقفة الرياضية مشاهدين الكرام، لكن التاسعة ما زالت مستمرة ونعود فيها لاستكمال ما تبقى مع إلهام نمر وريهام الدين.